القطاع الزراعي مهم جدا، دايما وانا بتكلم عنه بكون حاطط قدام عينيا المصريين، بكون حاطط قدام عينيا ولادنا الاجيال القادمه. احنا بنتكلم على الغذاء والامن القومي الغذائي، بنتكلم على استخدام المياه في القطاع الزراعي وهي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. احنا ملزمين ان احنا نحافظ على كل قطره مياه وندرس ونعرف نستخدمها ازاي في الانتاج، كل قطره مياه هتديني ايه. النهارده واحنا بنتكلم على زراعة الأراضي القديمة والأراضي الجديدة بتقابلنا مشكلة كبيرة جدا، بتقابلنا مشكلة ملوحة المياه، دي بتأثر على الإنتاج. النهاردة أنا موجود معاكم في محافظة إسماعيلية، ومحافظة إسماعيلية تشتهر بالبساتين وخصوصا محصول المانجو. هوريكم تجربة جميلة جدا لزيادة الإنتاج، للتغلب على مشكلة ارتفاع الملوحة في المياه وفي التربة. هنشوف إيه اللي حصل للأشجار والتطور تم في وقت قصير جدا، إداني نموات وإداني إنتاج غزير. ده على لسان أصحاب المزرعة في برنامج اسأل مجرب. اسأل مجرب، احنا دلوقتي موجودين في محافظة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية بتشتهر بمحصول المانجو. أي حد حتى واحنا مسافرين النهارده يقول لك اسأل لنا وشوف لنا المانجا أخبارها إيه. النهارده لما أنا جيت وشفت تجربة جهاز معالج المياه المغناطيسي في أحد بساتين المانجو كنت سعيد جدا. سعيد بالنتائج اللي أنا شايفها وفخور بإنجاز حققه فعلا أو حققته تكنولوجيا بأيادي مصرية. ان احنا نغلب على مشكلة بتهدد محصول مهم، محصول يعتبر استثماري، ده كان في حد ذاته مدعاة للفخر. برحب بحضرتك في البداية. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ هاني سعد مطرود. اهلا وسهلا بحضرتك. سعيد احمد هاشم مسؤول عن المزرعة هنا. سعيد، القصة مش سهلة، الزراعة محتاجة ان احنا دايما نبقى بنتابع، عيننا بتبص، بنشوف مشاكل ارضنا، عايزين نزود الانتاج دايما. بقالك كام سنه هنا؟ الارض دي معايا من زمان، انا ارض ورثها عن المرحوم والدي وزرعتها مانجا وبسم الله ما شاء الله. وبعدين في فتره من الفترات كده قابلتني مشكله كبيره جدا، ان نسبه القلويه في الارض كانت عاليه. عملت تحليل كانت واصله ل 8.5، ودي كانت مؤثره على محصول المانجا، وكانت بتعمل لي مشاكل في الشجرة نفسها. دايما كنت بعاني من أعفان الجذور، ولاقي النشفان يجي في القمة وينزل على تحت. فلما استشرت دكاترة وجوم على الطبيعة هنا فقالوا دي مشكلة أعفان جذور، والسبب الأساسي فيها ملوحة مية، لأن أنا بروي من صرف زراعي وعندي ملوحة في التربة. فكانوا بينصحوني دايما بأن أنا أحط المضادات بتاعة الملوحة. تمام. بتجيب نتيجة؟ لا، ما كانش يعني النتيجة، مش هي النتيجة المرجوة يعني. الفترة بقى الأخيرة كده أنا شفت البرنامج بتاع حضرتك واقتنعت جدا جدا بالفكرة، وقلت إن أنا لازم أجرب، لأن كانت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي لما ألاقي مثلا كل سنة بتاع 40-50 شجرة بيحصل لهم مشكلة أعفان الجذور دي، ومشكلة أنا مش لاقي لها أي حل يعني. طيب قبل ما نشوف البرنامج، أنت قست الملوحة هنا عندك كم؟ الملوحة في التربة عملت تحليل تربة كانت طالعة 8.5 البي اتش. والمية؟ وملوحة المية كانت 800، بس كانت مؤثرة جدا على الجذور بتاعة الأشجار. وكانت برضو يعني كانت برضو بتسبب لي نفس المشكلة دي في العقد وفي التحجين. السنة دي لما جبت الجهاز جبته تحديدا في 28.4، كان الوقت اللي احنا داخلين فيه على العقد. يعني شيحة السنة دي كان لها وضع تاني خالص، لأن المانجا السنة دي بسبب الجو التغير المناخي اللي حصل وفضلت البرودة لعند شهر 5 جابت 4 أجيال من الشيح. الجيل الأول والجيل الثاني التلج كلهم يعني، والجيل الثالث والرابع ده اللي كنا بنشتغل عليه، اللي هو طلع في الفترة اللي أنا جبت فيها الجهاز. تمام. بسم الله ما شاء الله. يعني أنا عندي 4 أجيال، الأول والتاني والتالت بسبب السقعة أو التغيرات المناخية. الأول والتاني. الأول والتاني. التالت والرابع دول جابتهم الشجرة تاني.
في شهر 4، في بداية شهر 4 تمام. اشتغلت انا بالجهاز يوم 28/4/2019 تمام. بسم الله ما شاء الله نسبة العقد في الشجر كانت عالية جدا جدا. حصل بقى ان انا بلاقي كل مية اديها يا استاذ سامح، بلاقي كل مية الاقي الشكل الشجرة مختلف تماما تماما تماما. كنت كل راية بتغير في الشكل. انا والله العظيم يا استاذ سامح قسما بالله مش دعاية للشركة، انا معرفها. انا عايز اسأل سؤال، مزارع صاحب ارض مستثمر هيعمل دعايه للشركه ليه؟ مفيش اي والله يا استاذ سامح اي كونتاكت بيني وما بينهم. انا بقول الكلام ده هوت عشان خاطر الناس، وعشان خاطر الناس اللي بتجتهد وما بتلاقيش اخر السنه مردود لاجتهادها، لا فكر مره واثنين وثلاثه واعرف ان الجهاز ده والله قسما بالله ثمنه مقارنه بالجهد اللي احنا بنبذله والمجهود اللي انت طول السنه والمحصول اللي بتشوفه، لا ده يعتبر بأمانة حاجة محترمة جدا جدا جدا. احنا بنشكر على فكرة الشركة. من 28/4 للنهاردة احنا في منتصف شهر 11، النتائج ظهرت عندك، المحصول بسم الله ما شاء الله كان فيه زيادة. حالة الشجر نفسها بقى بعيدا عن الثمار، احنا بعد العقد وبعد ما الحباية بتظهر بعد وزن النقطة بنجيب تاجر واثنين وثلاثة وبنقيم الجنية بتاعتنا، وعلى سعر بنبيع المحصول. تمام. التاجر اللي خد مني السنه دي يعني الحمد لله السعر كان مرضي جدا بالنسبه لي. ما سميتش خالص يا استاذ سامح، لا ارضي ولا رش في السمنت، تماما معتمد على الاسمده اللي انا كنت حطيتها في اول الموسم. أيوه. ولقيت بسم الله ما شاء الله كل ميه يا استاذ سامح بيظهر على الشجره، يعني كل ميه الراجل بيديها تظهر على الشجره، وهو ده العامل اهو موجود معايا وحضرتك ممكن تسمع. ده روح المزرعه على فكره بقى، معلش انت موجود هنا طبعا على طول، فانت اللي متابع. بقالك الاول قد ايه هنا في المزرعه؟ بقالي 3 سنين. 3 سنين يعني من 28/4 للنهارده دي فتره من الثلاث سنين. تمام. فيما قبل 28/4 كان حل البستان هنا ايه؟ لا كان الشجر بينشف من فوق كتير وكان في ملوحه جامده في الارض، فبعد ما ركبنا الجهاز حصل فرق جامد. طب ايه الاضافات بقى بعد تركيب الجهاز اللي انت بتضيفها؟ بتضيف مضادات املاح؟ في تسميد حصل؟ تسميد عادي. تسميد بتاعنا الطبيعي عادي بنمشي عليه في اول الموسم. بس على فكره نسبه التسميد قلت جدا يا استاذ سامي، يعني اذا كنا مثلا يا حضرتك بتسمد الارض مثلا يعني بشكاره نترات، ده بعد المحصول مثلا، بعد المحصول عشان يجيب لك نموات خضريه للسنه اللي جايه. تمام. السنه دي احنا كنا بنشتغل يا استاذ سامح اهو الراجل اهو بثلاث صفايح نترات نشادر، يعني 6 كيلو. يعني شوف حضرتك التوفير اللي انا وفرته من ورا الجهاز. وعلى فكره انا لما بسمد باجي اشوف اذا ما فيش نموات خضريه هتضطرني ان انا اضيف اسمده معدنيه تانية، انما لما بلاقي انا نتائج لما بتدي مثلا صفيحتين او ثلاث صفايح وتبص تلاقي بسم الله ما شاء الله ابتدى الزرع يجدد معاك، على الرغم ان الراجل مثلا سلمني الارض فاضيه بعد ما شال المحصول في 18/9. الفتره دي كانت قليله جدا، يعني لولا ان فعلا الجهاز ده فعلا جهاز محترم وجايب نتائج عاليه جدا ما كانش الجنينه طلقت عندي. يعني كميه الطرحات الجديده يا استاذ سامح بسم الله ما شاء الله، يعني كل الشجر اللي كان طارح السنه دي كله عمل طرح جديد للسنه الجايه، فده معناه. والكلام ده على فكره الظاهره دي ما كانتش بتحصل. ليه؟ احنا عندنا ظاهره المعاومه في المانجا. انا مثلا الانواع التقليديه العاديه مثلا زي الزبديايه او الهندي او بيطرح سنه والسنه اللي بعدها بريح. أيوة. بيجيب نموات خضريه وموسم وموسم. لا انا السنه دي بسم الله ما شاء الله بعد ما شلنا المحصول الشجر اللي كان طارح السنه دي بسم الله ما شاء الله عمل نموات خضريه وعمل طرحات جديده للموسم اللي سعيد. اول ما شفت الجهاز ده كنت متوقع ان هو هيعمل المردود ده؟ قلت عليه ايه في بالك؟ انا قلت حته حديده مش هتعمل حاجه. ودلوقتي لا، النتيجه بعدها نتيجه غريبه اصلا، مش حته حديده، طلع اختراع. لا والله بسم الله ما شاء. انا على فكره يا استاذ سامح انا عندي حته الارض دي وعندي حته تانية بس بعيد عنها، ما ينفعش الجهاز يشتغل على الاثنين. ليه؟ لان المسافه بعيده. كم قد ايه؟ حوالي كيلو ونص. لا ده مسافه تانية خالص، مصدر الري هنا غير مصدر الري. انا في مزارع شفته بيعمل ايه؟ بعد ما بيروي الارض بيروح يفك الجهاز يركبه في ارض تانية ويرجع يروي بيه. لا انا ما عملتش كده، انا اشتريت جهاز تاني. مبروك عليك. والله اشتريت جهاز تاني، وده فعلا انا راجل انا بدفع فلوس يعني. مش قول لي المكان ده هنا فين بالظبط علشان احنا عايزين نعرف او نخلي الناس تيجي تزورك. قريه الوصفيه ابو صوير البلد مركز الاسماعيليه عزبه ابو مطرود. توفيق وان شاء الله في الموسم شهر 3
نجي لك بقى علشان نشوف المانجا وشهر 4 انا برضو منتظر ان شاء الله بامر الله ان الجنينه هتشيح معايا في 3 وهتشيح معايا في 4 ان شاء الله، ولان طبعا الطرحات الجديده دي جت متاخره شويه فمحتاجه ان هي تتخصب، وماشيين بالبرنامج زي ما حطه المهندس اللي مشرف على المزرعه، وان شاء الله بامر الله الواحد نصاب شهر خير.